رأيت من يتحرج من الاتجاه إلى الحجر أثناء الصلاة، أليس الحجر من الكعبة؟ تحرج، يتحرج من الاتجاه إلى الحجر. الحجر وقت الصلاة الفريضة يغلق، ما يدخله أحد، يغلق ما يدخله أحد، لأنه من الكعبة، والفريضة ما تصح داخل الكعبة، وهو يغلق، ما يخلون الناس يصلون فيه، لكن النوافل لا بأس، يخلون يصلون النوافل ما